مساكم الله بالخير وحياكم الله في برنامج بلنتي في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم اللي يتنفس كرة القدم. ساعة دائما نتكلم فيها عن كرة القدم المحلية العربية والعالمية مع محللين الكرام، واللي أبدي في تقديم أخوي العزيز عبد العزيز الكوت. مساك الله بالخير. مساك الله بالنور، أمسي عليك وعلى السادة المستمعين في خلينا نقول في الحرب الأوروبية. زين المباريات إصابة في شو السالفة؟ أثناء القيام من النوم أحاول أقول الغربية عشان لقط بدلية. نعم سقط إصابة. يعني ما في بادل اليوم ولا؟ اليوم والله راح أشد على نفسي عشانك عادي. لا تعجب حق الفريق، روح الفريق. إحنا تدري كرة القدم يعني شيء. على الجانب الآخر كابتن مالك عدنان، مساك الله بالخير. مساك الله بالنور كابتن عادل، ويعطيك العافية ومشكور على المقدمة حلوة هذه. وطبعا بستذكر تصريح ليورغن كلوب واللي قال في فرق ما بين الإصابة وما بين الألم. هذا الرجل رغم الألام لكنه موجود بيلعب بادل اليوم، وهذا درس يحتذى فيه. ونتمنى يعني أن الكوت يكون قدوة. المارينة أتمنى المارينة يجزون علاج بالخالص. طيب نقول ليلة رمضانية كروية حافلة عشناها بالأمس سواء محليا أو أوروبيا في كأس الأمير. اكتمل عقد الثمانية وعرف كل فريق خصمه، وفي الأبطال قطع أول فريقين إنجليزيين نصف الطريق نحو نصف النهائي، والبداية بتكون من هنا من الكويت. أهداف العربي وصل بخات، بس ملاحظة الهدف الثالث كان من عبد الرحمن الشرهان، ما هو من حسين أشكلاني. هدف جميل ومميز كما كان متوقعا. حجز العربي مقعده في ربع النهائي أو في ربع نهائي كأس الأمير بفوزه على صل بخات بثلاثية نظيفة، وكذلك نجح النصر بالعبور بفوزه على الجهراء بثلاثية مقابل هدف ليكون دور ربع النهائي على النحو التالي. ورونا الكويت مع كاظمة في دور الثمانية أولى المباريات، اليرموك الفحيل، العربي أمام السالمية، النصر أمام الشباب. أتوقع مواجهات متكافئة يا جماعة. قرعة خدمت يمكن خلينا نقول الفرق اللي مؤخرة الترتيب، فرق الصدارة كلها تقابل مع بعض، ففرصة لليرموك للفحيحين للنصر وللشباب لقطع شوط كبير ووصول لقبل نهائي كأس الأمير. واعتقد كلهم يمكن ما وصلوا من فترة طويلة، وبالأخص النصر اليوم عقب ما وصل وحقق كأس الاتحاد، فاليوم إذا وصل لنصف نهائي كأس الأمير راح يكون موسم مثالي لنادي النصر. من الأقرب تحس يا كابتن مالك يعني من الشباب فحيحين والنصر واليرموك إنه عنده فرصة يصل حتى إلى النهائي؟ أعتقد النصر، أشوف النصر يعني عنده العناصر الكافية إنه ممكن يجاري بعض الفرق. ممكن شفنا النصر مؤخرا بقيادة المدرب محمد المشعان بدأ تطور النتائج، قمنا نشوف يعني الفريق حقق بطولة، والبطولة هذه تبدأ تعطي إيجابية كبيرة للاعبين، ونشوف يعني إنه يشدون حيلهم أكثر وأكثر. لكن أكيد المفاجآت ممكن تكون موجودة كابتن عادل، خصوصا لما نتكلم يعني في دور الثمانية يلعب كل من كاظمة والكويت والعربي والسالمية، فممكن هم يستفيدون من إن الكبار متواجدين مع بعض. طبعا الكويت وكاظمة والعربي مع السالمية قمتان متضرتان، شو تتوقعون؟ مباريات كبيرة عادل، مباريات جدا كبيرة للفرق الأميز في الموسم هذا، الكويت، العربي، كاظمة، كذلك السالمية تطور مع محمد إبراهيم، محمد المشعان مع النصر، كلهم موجودين اليوم، حظوظهم كلهم أعتقد متساوية. راح يكون فيها تفاصيل صغيرة جدا، لكن راح نستمتع في المباريات وهذا الأهم. هالموسم هذا بكل أمانة عادل قاعد نشوف المباريات في الدوري الكويتي، في كأس الأمير، في كأس الاتحاد، كأس ويعاد، قاعد نستمتع في المباريات، الكل قاعد يشوف المباريات، في متابعة جماهيرية. هذا لما نقول إحنا أنت لما تبدأ ترفع المستوى، تبدأ تجيب محترفين، يبدأ يصير الاهتمام، أعتقد هذا الموسم هو موسم تقدر تبني عليه. إذا كان هناك اتحاد، خلينا نقول إحنا عارفين إن الاتحاد هذا في أشهر الأخيرة إذا اتحاد جديد قدم وكان هناك نية صادقة في العمل وإقامة مشروع كبير لانتفاضة الرياضة الكويتية، فهذا أفضل هدية وأفضل شيء قدمه الاتحاد هذا للاتحاد القادم صراحة. نعود عادل بعد انت تلاحظ مثلا مباراة العربي والسالمية مباراة غير متوقعة، ليش؟ يعني انت مثلا عندك في ذهاب الدوري تعادلوا 2-2، مباراة كلاسيكية صارت هالموسم فعلا، صار فيها يعني شد وجذب واكشن خلال اسبوع واحد، يعني العربي انتصر عليهم في نصف نهائي ولي العهد، بنفس الوقت يعني شفنا نادي السالمية رد اخذ ثارة في مباراة الدوري،
فمباريات غير متوقع النتائج يعني صعب تتوقع. مباريات صعبة ومباريات قمة بانتظارها طبعا في ربع نهائي كأس الأمير. وخلونا نرد على مباراة العربي وسلبيخات. الأخضر لم يجد أي صعوبة بتواجد سلبيخات، ولكن هل كانت المباراة اختبار فعلي للأخضر بعد ما تخلى عن جوسيب ولعب واعتمد على الشعلة وجوبي في المقدمة؟ وللعلم بأن طلع خبر أن الشعلة انتهى بعد هالمباراة، الشعلة مغادر ومكانه لاعب جديد وصل أوردي بالكويت، سنغالي يلعب في المركز 10 أعتقد، يعني حسب اللي سمعته. طبعا أمس أكد أخوي خليل بلام في أحد البرامج. بالنسبة لي العربي كان مقنع بناحية واحدة، الجدية، كان الداش في أول دقائق تركيز، لعب في ارتكازين سلطان والشمالي، وهو أعتقد الفكرة اللي راح يبدأ يكمل عليها لغاية نهاية الموسم أنتي ميشا، بسبب سد الثغرات. احنا قلنا عبد الله الشمالي وسلطان ممكن في بعض الناس ما تحب انهم يلعبون يم بعض، لكن من الناحية الدفاعية يعطون خلينا نقول امان للحالة الدفاعية، وخاصة في ظل الإصابات الكبيرة، احمد ابراهيم وحسن حمدان، يعني العربي متكررة إصاباته في مراكز دفاعية غير سليمان عبد الغفور. فلذلك انا اعتقد هذه فكرة أنتي ميشا، خاصة المباراة القادمة راح تكون كبيرة مؤثرة، يحتاج كل نقطة سواء على مستوى الدوري او على مستوى الكاس. العربي كان جدي، اخذ ثلاث نقاط جدا مهمه. جميل، احنا دائما نقول ليش الفريق يدش في بدايه المباراه مركز؟ لما تركز وتعطي المباراه حقها تعطي فرصه للاعبين الدكه. ام صار فرصه للشرهان، بصراحه عجبني جدا في دخول عبد الرحمن، يمكن شفنا هالموسم كم مره دخل لكن كان عادي. امس اول مباراه اشوف الشرهان بشرس اقوى افضل، فهذه فرصه ممكن كذلك لازم نشيد في الشاب الراشد او المرشود يمكن لاعب العربي في في في, في خالد المرشاد. خالد المرشاد بالضبط، امانه لاعب جدا مميز. يوم سالت عنه قالوا لي عادل هذا كان احد اميز اللاعبين في المراحل السنيه في القادسيه، لكن لظروف دراسته غادر قادسيه شطبه. العربي استغله في هذا الموسم، وهو صراحه احد نجوم في الفتره الاخيره في النادي العربي، واعتقد راح يكون مؤثر في الجولات القادمه على مستوى التشكيله الاولى. طيب، النصر يسير بالاتجاه الصحيح كابتن مالك، وفوزه على الجرى دليل على ذلك. هل النصر ممكن ينافس على اللقب؟ انت ذكرت ان النصر هو اللي اكثر واحد عنده ممكن فرصه فعلا، يعني ما بين الفرق اللي احنا ممكن نقول حظوظهم اقل من الاربعه التوب اللي بقوا هو نادي النصر. نادي النصر يمكن شفنا امس يعني اللعب شلون كان جدا مميز من نادي النصر. بصراحه تحس ان الفريق بدا ياخذ على بعضه، في بعض العناصر متفاهمين، نتكلم محمد دحام، محمد عبد الهادي، وكذلك يعني مجموعه من اللاعبين. محمد دحام انا اطلب منه خلاص بس وقف اهداف مميزه، نبي اهداف عاديه عن العين بس صراحه. ما شاء الله عليه، ما شاء الله عليه، يعني أهداف مميزة صراحة. فأكيد يعني مع المدرب محمد المشعان وتحقيق البطولات والإيجابيات اللي قاعد تصير في الآونة الأخيرة، ودنا نشوف يعني نادي النصر في نصف النهائي، ونحاول نشوف يعني المفاجآت اللي تكون موجودة في الكاس. طيب، عموما قبل ما نترك بطولة كاس الأمير خلينا نسمع توقعاتكم الرمضانية لمباراة أمس، لمباراة أمس. طبعا البدليات مستمرة، البدليات مستمرة حتى من المخرج الإلكترونيا بعد الإلكترونيا. يعني المفروض توقعات كأس الأمير طلعنا توقعات الشامبيونز. صايم اليوم، صايم يلا ما ندري دي جي مو كل يوم يصومون، اليوم هو طلع اليوم صايم. طيب، دام دخلنا بتوقعات الشامبيونز ليج، خلينا نروح على انترو الدوري للأبطال. السيتي يتجاوز كماشة أتلتيكو مدريد الدفاعية بفوز صعب في ملعب الاتحاد بهدف لدي بروين، وليفربول يعود من بنفيكا بفوز مريح بالثلاثية مقابل هدف. الواضح أن ليفربول في طريق مفتوح لنصف النهائي، ولكن هل السيتي أيضا أموره مفتوحة؟ هل الأمور حسمت ولا الوضع معقد عند غوارديولا؟ بالنسبة لي طالما أنا سجلت على سيميوني أول خلاص الأمور أسهل، أسهل بوينت صراحة. نعم، أنا بالنسبة لي إذا سجلت على سيميوني أول بس الأمور سهلة. سيميوني إذا سجل عليك أول دقائق اللعبة فعلية مثلا تكون 90 دقيقة بيخليهم 60 دقيقة، شلون كل شوي واحد طايح كل شوي يطلع رمية تماس أو شيء. وصارت في مباراة مانشستر يونايتد أتلتيكو مدريد إن أتلتيكو إذا سجل واستلم اللعب خلاص تبدأ الحين يعني الأمور اللي تصير، وهذا يمكن يعني نقول ذكاء من سيميوني، لكن بالنسبة لي يعني ما أتفق مع الأمور هذه. أمس يعني شفنا أتلتيكو مدريد ما شاء الله الخطة كانت على قول دي بروين 5-5-0، يعني كانوا مسكرين صح وغلقوا المساحات. يمكن بيب أحسن تصرف في التبديلات، أكثر الانتقادات اللي صارت على بيب في الآونة الأخيرة إنه يقولون ما يبدل أو يتأخر في التبديلات. أمس تبديل فودن يعني هو اللي غير من النتيجة، وشفنا التمريرة اللي لعبها لدي بروين، ودي بروين يعني أنهى
يعني أنهى بتسديدة جميلة وأنهى على أتلتيكو مدريد. أعتقد أن النتيجة جدا مميزة من صالح مان سيتي. أتلتيكو مدريد أمس ما سدد، كان أمس أنت سألتني سؤال كم مرة بنشوف الحارس، قلت لك مرتين، واحدة منهم يردوا له باص، طلعت المرة الثانية شنو لما تناجر مع لاعب أتلتيكو بالضبط. احنا دام تكلم عن تسديد على المرمى هذا، خل نروح بوريكم إحصائيات ونشوف أن أتلتيكو ما سدد ولا كرة. هل يعقل فريق في ثمن نهائي بحجم أتلتيكو مدريد ما يسدد أي تسديد على المرمى؟ يعني تشوفوا هذه الإحصائية، يعني السيتي 15 محاولة صفر لأتلتيكو مدريد، الأتاك محاولات الهجوم 86 مقابل 15 لأتلتيكو مدريد، 9 كورنرات مقابل 0 لأتلتيكو مدريد، 90% الباس أكيوريسي مقابل 76. الباصات، عدد الباصات المكتملة 635 تمريرة للسيتي مقابل 225 لأتلتيكو مدريد. عندنا الاستحواذ 67% مقابل 33%. عبد العزيز، إحصائية يعني فريق قاعد يلعب بالأول بالدوري ضد الأخير بالدوري. لو انتهت 0-0 إيه؟ هذا السؤال المفروض ما أقدر أقول لو هل لا انتهت 0-0 ما تسجل الهدف. الهدف صعب صراحة تسجل، يعني ما كانت 0-0 ماشية، ولو ما تسجل هذا الهدف هل سيميوني نجح؟ لا، هذا 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 اللي لازم نفهمه في دوري الأبطال، وهذا اللي لازم نفهمه كمتابعين لكرة القدم بعيد عن الذائقة. في ناس يقول لك لا أنا أحب اللي سوى أتلتيكو، في ناس يقول لك ما أحب، في ناس يقول لك هذا حق مشروع، ولكن اليوم بحكم العناصر اللي عند أتلتيكو مدريد، وأمس كان سؤالي قبل المباراة متعلق في المباراة اليوم، والله عادل كأني شايف المباراة شاهدها، ما كنت أدري شنو النتيجة بصراحة، بس كنت أتوقع هذا السيناريو. قبلها طالع سيميوني يقول بنفاجئ وبنسوي وبنحقق بعض الشيء، وغوارديولا مدح حتى سيميوني. حتى سألتكم أنا قلت لكم هل ممكن يفاجئ ويضغط؟ بالضبط. محمد قال ممكن، أنا قلت لكم مستحيل يقدر يضغط، وهذا اللي صار في المباراة عادل بهذه العناصر. حرام هذه العناصر عند سيميوني والله، يعني جواو فيليكس أحد أندر وأهم المواهب. خلنا أطرح عليكم يعني موضوع جدلي، هل هذا يعتبر إساءة لكرة القدم؟ هل هذا الأسلوب أو هذه الطريقة من اللعب وأنت عندك إمكانيات كبيرة من اللاعبين، هل هذا مثل ما يقولون أقلي فوتبول بعض الأحيان في أوروبا، يقول لك هذه كرة ما نتمنى أن نشوفها على أرض الملعب؟ يعني هو سيميوني له 10 سنين في أتلتيكو مدريد، ممكن في بداية مسيرته أتفهم الشيء هذا، نقول مثلا قياسا على العناصر، لكن حاليا بعد مرور تقريبا 10 سنوات لسيميوني مع نادي أتلتيكو مدريد وفرة من العناصر، إذا بذكر لك خيارات الهجومية جواو فيليكس، غريزمان، سواريز، كوريا، ديباول، يعني عناصر وايد مهمة، توماس ليمار، كل هالعناصر جدا جدا هجومية وتنفع أن أنت تلعب بالطريقة اللعب المناسبة. يمكن جواو فيليكس من أفضل اللاعبين في التحولات، كذلك غريزمان لاعب محطة جدا مميز، ما شفنا شيء أمس، يعني أمس مرتدات أتلتيكو مدريد اللي أشوفه لاعب يستلم الكرة ويركض ويطالع يمين يسار يدور أي أحد يمه ويدور أحد يعني يقطله باص، اللي يعني المرتدات اللي في أتلتيكو مدريد عشوائية جدا، يعني خصوصا إحنا مثلا نتكلم مثلا عن مباراة توتنهام ومان سيتي، شفت شلون هاري كين لما يستلم كرة عارف وين يقطل باص، في جيم بلان أتلتيكو. واضح اي في جيم بلان واضح. امس أتلتيكو اللي يستلم الكره ترى ما يعرف باليمه، يعني هو يركض ويصير خير، هذا اللي قاعد اشوفه صراحه. لا شلون نوازن بين ان هذه واقعيه بالاداء وبين ان هذا يعني مثل ما تقول العناصر عادل اقلي العناصر هي العناصر اليوم هي اللي تعطيك الإمكانية، العناصر هي اللي تعطيك الصورة. اليوم انت لما تشوف فريق بعناصر بسيطة ليفانتي ولا تشوف ختافي ولا تشوف هالعناصر البسيطة هذه، وممكن وقتها تقول ان هذا المدرب مضطر يلعب كذي، ما عنده اي حلول. صح. احنا اما لما تشوف اليوم بعيد عن فارق التشبيه في كاظمة، في بعض الاحيان كنا نلوم كاظمة، كنا نقول كاظمة تصدر لكن مو مقنع، كان غلط اللي قاعد يصير فيه، وإدارة كامر تأت وغيرت. فاليوم نفس الشيء بالنسبة لأتلتيكو، أتلتيكو وصل لمرحلة مثل ما قال اليوم على مستوى سلم الرواتب أتلتيكو مدريد أعتقد من التوب 5 على مستوى العالم. سلم رواتب أتلتيكو مدريد يساوي سلم رواتب ليفربول والسيتي مجتمعين، هذا اللي قاعد أقوله. أنا قريت قبل فترة سلم أفضل أعلى 5 رواتب في العالم
البي اس جي كنا كان الاول ونسيت من الثاني الثالث بينهم اتلتيكو موجود من التوب 5 وطول عمره موجود بالتوب 10 فانت اليوم مو معقوله بهذا التوب 10 وسيميوني اعتقد هو واحد من اغلى ثلاث مدربين بالعالم فيعني مو معقوله بكل هذه الامكانيات الماديه والبشريه اللي عندك تقدم هذه الكره على قولتك الاقلي فوتبول الكره القبيحه اللي لما تشوفها انت تبي تحجم امكانياتك وبحجم امكانيات الفريق اللي ضدي والمشكله انه فيها سيميوني راح يقدمها حتى بالاياب يعني اليوم انا اقول اوكي بالذهاب بسكر وبطلع باقل نتيجه احنا الحين بدون لا اشوف الاياب ندري انه حتى الاياب بتسوي الطريقه انا الحين بعد الاتصال ابسال سؤال هل هذا ابداع من مدرب في قراءته لمنافسه لان البعض يقول هذا ذوقي الموضوع ذوقي خلنا ناخذ اتصال ونقول الو السلام عليكم عليكم السلام يا هلا ومرحبا مساك ابو خير ابو عبد الله مساك الله بالنور الكرامه مبروك الله يبارك فيك يا حبيبي مبروك لك انت مرتاح مرتاح بالنتيجه لا والله مش قاعد اتابع سيتي ترى داري انه فايزين يعني عرفت يعني واقول الموضوع مو سيريس هو المحت كله يوم الاحد عرفت هني هذا التفكير كله بس على موضوع سيميوني شوف ابو عبد الله انا بالنسبه لي كواحد تابع كره قدم احترم اي سوب المدرب يلعب فيه مثل ما اقول تكسبه العبه اوكي لكن يعني اللي قاعد يسويه سيميوني جدا جدا مبالغ فيه امانه وفي مثل ما يقول جواهر موجوده باتلتيكو مدريد مثل جريزمان جواو فيليكس دي باول وحتى توماس ريمر اللي ذكره ابو عدنان حرام انه مثل ما يقول تندثر موهبتهم وابداعهم تحت سيميوني لان انا من وجهه نظري لما اشوف مدرب بيلعب بهذا الاسلوب والتحفظ مثل ما يقول المبالغ فيه هذا ايضا قاعد ما اقول يخرب على اللاعب يدمر من ثقته بنفسه انه ما قاعد يعطي مجال للابداع وانه يبرز كل امكانياته الهجوميه نعم لكن انه في مباريات انت مثل ما قلت تحتاج انه تسكر وتلعب بالاقلي فوتبول لان هذه نشوفها حتى مع كلوب وغوارديولا غوارديولا في بعض المباريات كان يسكر ضد ليفربول يعتمد على التحولات وكذلك الامر مع يورجن كلوب ضد سيتي لكن يعني على الاقل من كلوب وغوارديولا تشوف في جمل تكتيكيه في محاولات في صناعه فرص في لعب مباشر اتلتيكو مثل ما اقول ما براسه كره نهائيا وانا حتى امس يعني قبل البرنامج قلت حق ابو عدنان قلت له مباراه سيتي واتلتيكو قلت له تعال قابلني اذا اتلتيكو سوى فرصه وفعلا اتلتيكو ما سوى ولا فرصه ف سيميوني امانه قتبت كره قدم يعني هذه حتى ابوي يقولها اللي تابع كره من السبعينات زين ليش سيميوني مورينيو قبله سوى نفس الشيء ليش الحين بس تتكلموا عن سيميوني مورينيو صح كان يسوي نفس الشيء بس انا من وجهة نظري قاعد اشوف مورينيو قاعد يصنع نسخ هجوميه مرعبه من اللاعبين اللي يمسكهم بس ثنائيه هاري كين والحين عندك تامي ابراهام وب 2015 لما جاب دييغو كوستا لا بس هذول اللاعبين موجودين اساسا مبدعين قبل اي مورينيو انا ما اتكلم كذي انا اتكلم مورينيو كان مثلا في مانشستر يونايتد يواجه ليفربول ويقوم بنفس الدور كان مع تشيلسي يواجه برشلونه يقوم بنفس الاداء ليش اليوم انتم مسلطين الضوء على سيميوني بغض النظر صنع منه ولا منه حتى سيميوني في فتراته كان في مهاجمين في لاعبين كانوا يبدعون ويحققون نتائج ايجابيه او اداء مميز ليش سيميوني لان سيميوني ضد الكبار ما يجاري ولا يلعب بشخصيه يعني ما يكون ند لهم عكس مورينيو مورينيو مثل ما اقول يعرف انه ياكل الكتف اما سيميوني تحس يعني انا ما اقول ان سيميوني كذي بس يعني من اللي انت تشوفه كمتابع ان تحس سيميوني طيب يسلم الكره الخصم خاصه يقول مثل ما تجي تجي خلاص طيب. اذا ضبطت وياي مرتده سجلت ما ضبطت عادي مو مشكله طيب يعطيك العافيه شكرا على اتصالك انا اليوم السؤال طبعا هو انا ما اشوف انه بس سيميوني اللي يسوي هذا الشغل او هذا الاداء اللي بلشه مجموعه من المدربين سواء بينيتز سيميوني مورينهو عندك في فتره من الفترات أليجري كلهم يعتمدون على تعقيد هي الفكره الاساسيه ان انا اعقد المباراه بدال لا افكر كيف اني افوز بالمباراه انا اعقدها قبل انا اعتقد الوجه لسيميوني او الحمله اللي قاعد تصير حتى على مستوى العالم قاعد اشوف في صحف تتكلم على سيميوني بسبب مثل ما قال مالك استمرارك 10 سنوات وتطور فريقك وصعود فريقك لغايه وصول اليوم الى يعني الى هذا الكميه من النجوم فهذا اللي يمكن سلط الضوء زياده ولكن لا ننسى اتلتيكو وبالنسبه لي انا اليوم لو انا مشجع للاتلتيكو انا راح اكون مستانس انا راح اكون سعيد
سيميوني خلاني باللي بتقولونه أنت وبدفاعكم بالأقلي فوتبول خلاني أنافس ريال وبرشلونة في عزهم، خلاني أخذ منهم دوريات يمكن ثلاث دوريات أخذها أو اثنين دوريين أخذهم ومنافس في أغلب الدوريات وصولي لنهائي دوري الأبطال. فشخصيا اليوم لما تشوف هذا مالك اليوم لو أنت تشجع الفريق هذا بتستانس بتكون فرحان. أنا أرد عليك، أنا أرد عليك، هو مو موضوع إن في فلوس قاعد ندفع اليوم لاعب نفس جواو فيليكس مدفوع فيه 126 مليون ما صح. في لا ما في فريق بالدوري الانجليزي دفع 126 مليون في لاعب. غريزمان اعلى راتب غريزمان 800 الف راتبه، فبالتالي انت اكيد اذا عندك هاللاعبين حتى لو تلعب اي طريقه من الطرق ممكن تفوز وتحقق نتائج ايجابيه وتحقق دوري. اذا الفريق يعني 10 سنوات يعني تحط نفسك انت على يعني برشلونه ومدريد 10 سنوات ما تيهم سنه يطيحون اكيد بيطيحون يعني سنه. لو انت تحط نفسك مكان جمهور اتلتيكو اي شنو بتقول صراحه؟ لو احط نفسي مكان جمهور اتلتيكو خاصه السنه الجايه بالدوري اي انا راح اكون مستانس لفتره معينه من الزمن، لكن بعدها انا ما اتمنى ان اكون مع مدرب مع فريق يلعب بهذه الطريقه. يعني انا ما راح افرح، انا اتكلم عن ذوقي اكيد. انا اللي اشوفه يعني انا اليوم مستعد يصير عندي كلوب 10 سنوات وما احقق بطولات ولا لي لي مدرب يلعب هذا النوع من الكره وافوز بطوله كل 10 سنوات. يعني سيميوني ما حقق ما سيطر. يعني لو سيطر اقول اوكي، لو سيطر مثل السيتي، لو سيطر نفس برشلونه، لو سيطر نفس مدريد اقول لك اوكي انا راضي اقلي فوتبول وافوز باربع خمس بطولات، اخذ اربع تشامبيونز ليج واخذ او ثلاثه تشامبيونز ليج واخذ خمس دوريات ما عندي مشكله. لكن لما العب كره سيئه واحقق لي دوري من كل 10 سنين لا صراحه. أنا أتفق معك يعني أنا بالنسبة مع لي عادل ولا ومع كل فلوس. إحنا نرد على النقطة اللي أنت قلتها، شنو قلت أنت؟ قلت على العناصر مع كل فلوس. يعني أنا اليوم لو يلي بيرنلي، لو يلي ليفانتي، لو يلي هذا أحد هذا الأسامي الفرق جنوة في الدوري الإيطالي محقق الدوري جنوة بالدوري الإيطالي يلعب هذه الكرة ويفوز، لا أنا راح أكون سعيد بالضبط. لأن أنا ما عندي لاعبين لكن أنا أدفع لاعب ب 120 مليون وألعب هذه الكرة. عندي لمار ب 80 مليون لمار احتياط إيه؟ سوارز من اعلى لمار. سوارز من اعلى الرواتب سوارز قول سوارز كبير بس عندك لمار عندك دي باول 35 مليون واحد من افضل لاعبين العالم امس ما كان موجود دكه يعني انا بغض النظر ما اتكلم انا اتكلم بشكل عام بالعكس هذا يزيد القوه التشكيله ان انت عندك لاعب هالحجم موجود في الدكه إيه انا ما اتكلم عن تشكيله افضل حراس العالم اليوم موجود هو اختار ما يلعبهم الا عشان يلعب دفاع بالضبط يعني انا اتكلم انا عندي هاللاعبين تخيل انا منتخب الكويت 82 اللي يحبه هني المنتخب الذهبي تخيل مدربي المنتخب ما كانوا يلعبون او كانوا يلعبون جاسم والدخيل وفتحي يلعبونهم دفاع لا تهاجمون اقعد دفاع انطر غلطه من المنافس عشان تهجم عليه طبعا كان نص البطولات اللي حققناها ما حققناها اكيد عندنا اتصال ما في اتصال شوف كابتن عادل هي في قناعات يعني مثلا مورينيو لما نحقق الدوري في سنة 2014-2015 أرسن فينجر وصف مورينيو بالممل رد عليه مورينيو قال الملل انك 10 سنين ما تحقق بطولات كان يقصد مورينيو انه هو حقق الدوري بس تقريبا ترى هذا كان آخر دوري حققه مورينيو بعد يعني يمكن السنوات اللي مرت مورينيو ما قام يحقق البطولات اللي احنا معتادين نشوف يحققها فمورينيو نفسه لما كان محلل في بي ان هو نفسه اعترف قال انا كان في عندي قناعات غلط وراح اغير هالقناعات واعترف انه راح يلعب لعبه يحاول يغير مع روما بدا يواكب تشوف قام يحط يعني كاميرات قام يراجع اللاعبين على يحط مساعدين مدربين شباب بالضبط. صغار مدربين بالضبط. عندهم نهج جديد المدرب البرتغالي اللي معاه مساعده هذا ارجنتينا اتوقع هذا واحد من افضل المدربين الشباب الموجودين في اوروبا حاليا فهني تساؤل كابتن عادل التساؤل هني طالما انه هو كان يلعب نهج دفاعي وفجاه بدا يغير ليش بدا يغير زين تبي اقول لك شيء كره القدم تتطور تطورت ما بس تطور صح انا بالنسبه لي المدرب يعني ما ادري عزيز وياي ولا وياك انا المدرب اللي يلعب بهذه الطريقه بالنسبه لي ومن خبرتي اني لعبت وهذا وشفت وهو ما يعرف يسوي الطريقه الثانيه يعني ما في مدرب قادر يلعب كره غوارديولا أوكي. وما يبي يسويها ما في والعكس صحيح بالنسبة لي يعني الموضوع موضوع قدرة هو مو قادر يسوي هذا الشيء لو هو قادر كان قام فيه وهذا باعتراف مورينيو قال كلمة قال عن فكرتين أسلوبين إنه هو واحد منهم لازم يتطور فيه صحيح 100% عادل أكيد اليوم أنت لما تشوف الشيء الصح وما تقدر تسويه مو لأنك ما تبي تسويه
لانك ما تقدر تسويه. اليوم لو بعيد عن التشبيه، اليوم لو احنا اثنين ندرس عادل، اذا انا شاطر وانجح انت تغش وتنجح، ما راح تقدر تصير شاطر وتنجح. راح تتبع طريقتك الاسهل وبالنسبه لك، لان هذه الطريقه الثانيه صعبه، مع انك تدري ان هي الطريقه الصح لكنها صعبه بالنسبه لك. فنفس الشيء على مستوى كره القدم، نفس الشيء على مستوى جميع المجالات في الحياه. انا بالنسبه لي انا عادل كره القدم دائما اربطها في المتعه. انا ما استعد اليوم، انا 10 سنين اللي طافت ما تابعت اتلتيكو، ما عمري قعدت وقلت اليوم بشوف اتلتيكو مع ليفانتي، مع لا شفتهم مع برشلونه مع ريال وبدوري الابطال فقط، ولا فكرت في يوم من الايام اني اشوف اتلتيكو بدايه هالموسم. بلا يوم يا بسواريز يوم يا بجريزمان قلت ودي اشوف سيميوني بافكار جديده. عشان ما نفهم غلط، الدفاع مو سهل، التكتيك الدفاعي مو سهل جدا، الوقفة وتغطية المساحات مو سهلة، التركيز 90 دقيقة في تغطية المساحات بدون أخطاء أمر مو سهل. إحنا ما قاعد نتكلم عن سهولة، إحنا قاعد نتكلم الطريقة شلون لابد إن تلعب. زي غوارديولا قال إن أتلتيكو مدريد لعب أو أدى بمستوى عالي رغم الإحصائيات سيئة للأتلتيكي. وين العالمية والمستوى العالي اللي شافه السيد غوارديولا في أتلتيكو؟ من المدربين المحترمين، يعني دائما يكون في تصريحات في احترام للخصم، احترام طريقة لعب الخصم. يمكن أتلتيكو يمكن لنا نشف ريج السيتي صراحة. يعني أمس أنا كنت يعني أداول ما بين القناتين وشفت ما شاء الله أتلتيكو يعني حائطين 5-5 صراحة. السيتي منظمين يعني، هو راح الجناح يحصل مثلا على الجناح لاعبين يحولها بالعمق 5 موجودين، يحولها على الجناح الثاني 4 موجودين. فأتلتيكو فعلا صعب المباراة جدا على مان سيتي، لكن كان في ذكاء من بيب انه احتفظ يعني في عدة اوراق رابحة ممكن تغير من النتيجة. نتكلم عن فودن، يعني فودن بالعادة يكون أساسي. اساسي فعلا، هو بالعادة يكون اساسي فودن، لكن ممكن هو لعب محرز لانه محرز دائما يمتاز يعني بالمهارات الفردية، انه محرز يعني ممكن يقوم بالمراوغة عكس فودن. يمكن يعني قراءة اللعب عنده كانت افضل. شنو الفرق بين فودن ومحرز؟ فروق كبيرة جدا. فودن من المميزين انه يقدر يلعب لك بالعمق، هذه ميزة عنده بين الخطوط. بين الخطوط محرز ما يحب، محرز من اللاعب اللي يحب دائما يكون قريب من الخط، يحب اتجاهاته تكون على الخط لانه هو يعرف يستخدم الخط كلاعب. فلو انت مدرب امام فريق نفس اتلتيكو تلعب محرز ولا فودن؟ فودن اكيد، فودن بدخوله هو اللي عطى التحول البسيط في المباراة عن طريق الهدف. فودن لازم نذكره اليوم موجود كواحد من أبرز المواهب، المواهب الثلاثة إذا بتذكر ثلاث مواهب في العالم يمكن لازم فودن موجود بينهم بكل أمانة. سيميوني لازم يفوز بالإياب، شلون ممكن يفوز وهو يلعب هذا الأسلوب؟ أنا قلت لك من قبل شوي قاعد أحاول أتخيل سيناريو أن أتلتيكو مدريد يفوز فيه على السيتي، ما أنا قادر أتخيل صراحة. بس يعني أتلتيكو نفس الطريقة، إذا فتح الملعب، بس إذا فتح الملعب ممكن، إذا ضغط إذا عمل. هل هو مهيئ الموضوع فتح الملعب؟ لا، هل يعني أتلتيكو مدريد عنده لاعبين، عند اللاعبين، عند اللاعبين يعني، لكن احنا شفناه أمام ليفربول، أمام مانشستر يونايتد، لما في فترات من المباراة يروح يضغط فوق يؤدي أداء جيد. السيتي منظم، السيتي مو مثل مانشستر يونايتد، مانشستر يونايتد حتى بيرلي شوف هجمات منظمه منهم عليهم. فما يعني لما اتكلم عن انت قاعد تطب مانشستر يونايتد، ما طبيت مانشستر يونايتد وتبي يعني تقلل من اليونايتد. لا لا اكيد، احنا اليوم نتكلم عن مانشستر يونايتد شنو المشاكل اللي مرت فيه مانشستر يونايتد، يعني اي نادي يلعب ضده ممكن يستحوذ عليه، ممكن يلعب زي اتلتيكو بدور المجموعات امام ليفربول. ليفربول كان افضل يعني، واتلتيكو يعني كان ممكن طلع بلحظه لحظتين، لكن طريقة لعب ليفربول تختلف عن السيتي. السيتي يضغط عليك في ملعبك، يستخلص الكرة من ملعبك، وهنا مشكلة سيميوني أصلا، وسيميوني ملعبه ما يعرف يطلع منه، تبي يوصل المرمى ما السيتي. طيب إذا وصلنا حق ليفربول، خلونا نتكلم عن الانتصار الكبير اللي تم خارج قواعده. الشوط الأول كان جيد، لكن الشوط الثاني كان فيه بعض علامات الاستفهام على أداء الفريق. في تصريح سابق ليورجن كلوب لما لعبوا ليفربول ضد ليستر اللي انتصروا فيها 4-0، هذه كانت اعتقد يعني في فتره البوكسينج داي وكان زحمه المباريات، كان توهم رادين من كاس العالم. فعلا كان رادين من كاس العالم في قطر، ويورجن كلوب صرح تصريح يقول انا بعد ما صارت النتيجه على ليستر 2-0 طلبت من اللاعبين تهدئه، انه خلاص احنا نبدا ناخذ الجيم للثلاث نقاط وخلاص، يعني ما له داعي نضيف اهداف، لكن اللاعبين استمروا وسجلوا هدفين. حسيت امس النشاط الاول ليفربول دخل بالحده المرتفعه، هو ما يقول ما له داعي تسجل اضافه اهداف، بس هو يقول خفف الردم يعني حافظ عليه. اما يعني بخصوص مباراه ليفربول بنفيكا، حسيت
انه في الشوط الاول ليفربول دخل بحده مرتفعه حاول انه يخلص المباراه مبكر، وبالفعل شفنا شلون الفرص تهيئت. يعني يمكن ليفربول كان ممكن يسجل 5 أهداف في الشوط الاول، لكن ما تم استغلال جميع الفرص، استغلوا يعني فقط فرصتين. في الشوط الثاني كان واضح فيه تهدئه من ليفربول، شفنا التبديلات اللي صارت وراحت بعض اللاعبين. تكلم عن مواجهه مرتقبه يعني موجوده في الدوري تجمع ما بين ليفربول ومان سيتي، وهي طبعا نهائي مصغر. فحسيت ان ليفربول في الشوط الثاني ممكن باوامر من الكلوب كان في تهدئه ضد بنفيكا. طبعا الاحصائيه مو سيئه ليفربول من جهه الاستحواذ، خلونا نشوف الاحصائيه وين بس المشكله كانت. يعني هل في القرارات يا كابتن عبد العزيز؟ يعني الاحصائيه والفرص والاستحواذ، لو تحطون الاحصائيه ايه نشوف مثلا محاولات ليفربول 18 محاوله مقابل 9 محاولات، 6 كورنرات مقابل كورنرين، الاستحواذ 65 مقابل 35، يعني الباصات تقريبا الدبل لليفربول 600 مقابل 300. وين المشكله؟ ليش ما زادت الاهداف؟ يعني ضاعت فرص سهله بصراحه، وانانيه بعض اللاعبين. يمكن صلاح في اكثر من كره، الفريق يمكن في الربع الاخير في بعض خلينا نقول الفرديه اللي طغت يمكن بالفريق، ولكن بشكل عام ليفربول طلع بنتيجه جدا ممتازه. حتى انا ما توقعت بنفيكا يكون للحظات ند، لكن من اول 10 دقائق شفت المباراه بالعكس بشكل سهل ليفربول، ومع مرور الوقت شفتها اسهل واسهل. وحتى بال2-1 توقعت ان ليفربول سهل راح يزيد الغله ويزويها 3. واضح فارق الامكانيات يمكن صح لك. واضح بصراحه جاب كبير بين ليفربول وبنفيكا، فاعتقد نتيجه مستحقه اعتقد. لكن علامات الاستفهام الغير مطمئنه وهو وضع صلاح مع ليفربول. وعندي تلخيص لمشكله صلاح يمكن عادل، صلاح يربط للاسف اداءه في الاهداف، وهذه مشكله كبيره نفسيا يعاني منها صلاح على مدى 3-4 سنوات اشوفها مع ليفربول. نعم. جدا يربط نفسه بالاهداف، لازم يسيل من 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 الحمل الكبير عليه من مسألة التهديف. أنت مو مسؤوليتك فقط تسجل أهداف، أنت 10 أهداف في الموسم تكون ناجح، ممكن تكون من نجوم الموسم هذا أو أي موسم ثاني. فمسألة صلاح المرتبطة بالأهداف غريبة جدا. يعني حتى ماني في الكرة اللي صلاح يمكن انفرد فيها وما لعبها حق ماني، يعني ماني كان يسوي لنا شنو أقول له يعني كيف. صلاح قاعد يعاني من مشكلة وراح يزيد الضغط عليه دائما بسبب هذا. شوف يعني ما تم على كلامه، يعني صلاح واضح من رد من كاس افريقيا هو بحالة ذهنية سيئة. هل على كلوب انه يريحه يقول له قاعد شوي على الدكة ريح مباراتين، او على الاقل مام السيتي؟ هذا الشيء طبعا ما نقدر ننكره كابتن عادل، يعني بعد بطولة أمم أفريقيا صلاح ما هو الأولي، وإحنا نعرف الستاندرد اللي بناه صلاح في بداية الموسم كان ستاندرد مو طبيعي، استمرارية مو طبيعية. لكن إذا بتكلمني عن مباراة مانشستر سيتي وليفربول، لا يمكن أني أضع صلاح على الدكة، لا يمكن أني أريح صلاح في المباراة هذه لعدة أسباب. أول شيء مانسيتي لما يحضر المباراة هل بيقول صلاح ما هو في مستواه فخلاص يعني ما أحسب الحساب؟ بالعكس، مان سيتي يحط 1000 حساب لمحمد صلاح، لأنهم عارفين اللاعبين اللي يمتلكون الجودة ممكن في أي لحظة يعاقبك ويسجل عليك هدف. صلاح في مباراة الذهاب ممكن في الشوط الأول ليفربول ما ظهر بشكل جيد، لكن صلاح بلحظة من الجودة قدر أنه يسجل على مان سيتي وراوغ أكثر من لاعب. فبوجهة نظري من الضروري إشراك محمد صلاح أساسي في مباراة مانشستر سيتي، وإن لم يوفق فالخيارات موجودة على الدكة. احنا يعني شفنا 3 هجوم ليفربول امس، كان ماني صلاح ودياز، وكان عندك على الدكه جوتا وفيرمينو ممكن تستعين فيهم في اي لحظه. فطالما ان عمق السكواد موجود انت قادر انك انت تتعامل مع المباريات هذه. وبالعكس ليفربول حاليا وضعه افضل بكثير من المواسم السابقه من حيث يعني التغييرات والتغيير على التشكيله. صح صحيح. طيب هل انت تفضل قاعد صلاح في الدكه؟ لا طبعا مو بهالمباراه، مو بهالمباراه، ممكن في مباريات اخرى، ولكن هذه المباراة مو الوقت المناسب، لأن أنت تبي أفضل لاعبين يكونوا بالملعب، وخصوصا أن هذه المباراة شوف في مباريات النجم يظهر فيها، وفي مباريات المنافس يحسب حساب كبير للنجم. اليوم صح. لما تشوف صلاح موجود بالملعب، الظهير اللي على الشمال كانسيلو أو زينشينكو أي واحد يلعب أيا كان راح يكون حذر جدا بالتقدم للأمام، راح يكون دائما باله مشغول بصلاح، ودائما باله أن الغاطة غير مغفور. لكن عادل يمكن تشكيلة ليفربول يأدي أدوار صلاح. صحيح. هل ممكن في أحد تشوفه ممكن يأدي أدوار صلاح؟ لا، يعني ممكن تقول تحط ماني على اليمين أوكي، ودياز على اليسار
وتلعب بجوتا او فيرمينو ممكن ممكن، لكن راح تفقد، لكن صلاح في في سبارك عنده في هذه المباريات اكثر من غيره. هو ممكن ماني بدايته مع ليفربول كان يلعب على الجناح اليمين، ماني في بدايته مع ليفربول صح، هذه هذه نقطة الناس ما ما تثبتها النقطة صح. إنه لو تلاحظ أنت لو تشوف المباراة دائما صلاح لما يمسك الكرة في ثلاثة أربع لاعبين عليه، فدائما تلاحظ الجهة اليسار شوية فيها مساحة أكبر، دائما تحس إن صلاح إذا الكرة مع طرفي في نقطة صلاح يسويها أكثر من باقي اللاعبين في ليفربول، إنه يستلم بظهر المرمى وعنده قوة بدنية كبيرة في استلام بظهر المرمى، وأيضا يقدر يخترق يستلم بالمساحة، على عكس باقي اللاعبين أغلبهم يلعبون بالمساحة أكثر من بظهرهم من المرمى. هذه هذه من الأمور الخطرة والمهمة في ليفربول. فيعني أنا ما أتوقع أن شو اسمه عموما نطوي صفحة مباريات الأمس. قبل أن نطوي الصفحة بسألك يعني عن صديقك تعرفت أمس رد علينا، أمس رد عليك في الانستغرام يعني شاف المقطع اللي كنا نتكلم عنه ونذكر أيامه في كيو بي آر. وكيو بي آر صراحة كان مو طبيعي، حريف يعني تأهله ولا الدوري الإنجليزي الممتاز، وكان من أهم اللاعبين الموجودين. يعني هم كانوا ينادونه في الشامبينشيب تشيت مود، يعني هو حاسين انه هو يعني الكرت المغشوش يعني انه زايدين ارقامه وكذي، صح زايدين ارقامه يعني كان مو طبيعي، يعني كان يراوغ عدد كبير من اللاعبين. صحيح، فتحياتنا لصديقنا، تحياتنا لاخونا عادل تعراب، وهارد لك على مباراه الامس، وشكرا على ردك اللطيف في الانستغرام. عموما نطوي مباراه الامس، ندخل على مباراه ريال مدريد اللي في مواجهة تشيلسي، مباراة منتظرة. خلنا ناخذ تقرير ونرجع لكم. فالنتي يستقبل تشيلسي حامل اللقب نظيره ريال مدريد على ملعب ستانفورد بريدج الليلة في ذهاب ربع النهائي دوري أبطال أوروبا في مواجهة تحمل عنوان الثأر للميرينجي وتأكيد الأحقية للبلوز. ويرغب ريال مدريد في رد الدين لتشيلسي والانتقام من هزيمة الموسم الماضي، ولكن لتحقيق ذلك عليه أولا تجاوز عقبات عديدة، أهمها أن توماس توخيل مدرب تشيلسي لم يخسر في 9 مباريات سابقة خاضها أمام الأندية الأسبانية مع كل الفرق التي سبق ودربها، محققاً 4 انتصارات و5 تعادلات، إضافة إلى قوة دفاع تشيلسي الذي حافظ على نظافة الشباك في 9 مباريات من أصل 12 لقاء خاضها البلوز في المسابقة الموسم الماضي. وأخيراً إن ريال مدريد لم يحقق الفوز في آخر 5 مباريات خاضها خارج أرضه أمام الأندية الإنجليزية، وخسر 3 لقاءات منها وكانت أمام تشيلسي في نصف نهائي الموسم الماضي ب3 أهداف مقابل هدف، وأمام مانشستر سيتي بهدفين مقابل هدف في إياب دوري 16 لموسم 2019-2020، وأمام توتنهام ب3 أهداف مقابل هدف في مرحلة المجموعات لموسم 2017-2018. أما المواجهة الثانية بين فياريال وبايرن ميونخ تكمل ربع النهائي، فإن التوقعات تشير إلى انتصار الفريق البافاري نظراً للفوارق الكبيرة بين الفريقين، لكن فريق الغواصات الصفراء الذي يصل إلى ربع النهائي للمرة الأولى منذ 2009 والثالثة في تاريخه، فإنه أثبت أنه خصم عنيد بإقصائه يوفنتوس، ولذلك فإن التوقعات ستبقى على الورق لصالح بايرن ميونخ إلى حين صافرة النهاية. مستانسين جنة مضبطكم دي جي ليزر ميرو الله يحفظه. طيب ريال مدريد، ريال مدريد المرنجي بيلعب أمام تشيلسي مباراة منتظرة بطعم الثأر للمرنجي، لأن السنة طافت إذا تذكرون طلعوهم من دور قبل النهاية. هل ريال سيثأر أن سيطبع؟ أي ملعب هذا؟ ملعب ستانفورد بريدج. وايد وايد يحب موضوع الملاعب. تفضل، القياسات عنده، سيثأر أم يطبع؟ اعتقد سيطبع. طبوعي طبوعي. لا واقعيا تشيلسي عنده افضليه نوعا ما على مدريد، ولكن ما هو الفارق الكبير. يعني يمكن انا البي اس جي والريال كنت اقول لك الريال يفوز، لكن تشيلسي مع ريال قاعد على المدريديه اشوفها انها تشيلسي لا تفوق ولو بسيط على 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 في 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 الملعب، يعني افضل عناصريا، افضل بالنشاط، افضل في التحولات. تشيلسي
الفلكسبيليتي اللي عند تشيلسي مع توخيل افضل من من بس من ريال بس مدريد. ريال مدريد شخصيتهم تظهر في الابطال يا كابتن. هذه جذيبه. لا شوف شوف ليش لا انت ما تحبهم ما تحبهم. شوف على باريس شوف سوف باريس في ثلاث دقائق في خمس دقائق خلصوا المباراه. باريس متوفي عاد. زي اهم العوامل التي تعزز حظوظ تشيلسي اليوم ومثل ما سمعنا بالتقرير هو الصلابه الدفاعيه. والدليل انه عنده 9 كلين شيت من 12 مباراه من الموسم الماضي في البطوله. هل هذا الامر يرجح كفه البلوز؟ يعني هو من السنه اللي طافت لهذه السنه بالموسمين هذيل عنده 9 كلين شيت. والله هو تشيلسي قوته مو بس بالدفاع، مو بس بتعلق مندي ولا بتعلق يعني قلوب الدفاع ونهجهم اللي ممكن يساعد المدافعين يظهر بشكل افضل، بس اهم شيء يلعب ثلاثه دفاع. لا يلعب باربعه، اربعه اخر مره لعب ضد برنتفورد ويا بالعيد. فهذه النقطه لازم يعني حرص عليها تخل. تخل الحين دز له واتساب. دز له واتساب. دز له واتساب. قول له قول له يدق على المارينا الحين الحين. يلا. شوف قوه تشيلسي طبعا دائما بقلوب الدفاع، يمكن احنا نشوف اغلب اهدافهم حتى صارت من قلوب الدفاع، يعني ما قام يعولون لا على لوكاكو ولا على فيرنر، يمكن صار يعني اكثر شيء اعتماد على روديجر ممكن يخلص لك المباراه او شيء. تشيلسي يمكن يعتمد على قوه الاظهره في الصناعه في لعب الكرات الثابته. تشيلسي يمكن بتسلح انه في الموسم الماضي يعني تأهل على حساب ريال مدريد بكل استحقاق. طبعا انا اشوفها يعني بس الموسم اللي طاف غير وهالموسم غير، في تشابه في تشابه ما بين العناصر. فينيسيوس تطور صحيح. عندهم لاعبين صغار مثل فالفيردي البنز البنز بنزيما في اوج عطائه. حلو اوج وايد خوية يا زت لك وياها يقولها عوضت بدلية اول بس احنا اعلاميين لازم نقول كلمات نفس هذه. حاول كثر. لا هي المشكلة إذا أنت بتلاحظ يمكن الفريقين في الآونة الأخيرة مو ثابتين، يعني تشيلسي تقريبا يمكن على نهاية شهر 12 إلى شهر 1 يعني المستوى متذبذب، يمكن استقر لمدة شهرين وبعدها يعني خسارة برنتفورد ممكن تأثر بشكل كبير. نعم. ريال مدريد يعني النص الثاني صراحة أغلب الأوقات ما هو مقنع، يمكن أكثر مباراة مقنعة كانت فقط التأهل على باريس. لا والشوط الثاني قدام برشلونة. قدام برشلونة أبداً أبداً. طيب ففي شغلات سلبية وايد في المباراة، فتحس في غموض في المباراة هذه، يعني بتشوف يعني ردة الفعل أكثر شيء بتشوفها عرضية الملعب. طيب أقول لك شغلة بعد زيادة يعني لك أنت وحق كابتن عبد العزيز، إنه توا مثل ما سمعنا بالتقرير ان مدريد نتائجه دائما سيئه في بريطانيا في الملاعب الانجليزيه، يعني ثلاث هزائم من تشيلسي والسيتي وتوتنهام. شفت ليش اقول لك الملعب مالك؟ عرفت؟ لا واضحه يعني وضحت. بيأثر هذا على عقليه اللاعبين؟ طبعا مقاس ملعب تشيلسي ترى صغير. ايه يعني هم متعودين على المقاسات الصغيره في الملعب هذا، ملعب تشيلسي اعتقد رايح له كابتن عادل. شفت شلون تحسه مغموط رايح لك فعلا. كنت ورا الجول جول ستورج، عرفت اللي تعادل اخر تعادل اخر دقائق موسم 18-19. طبعا انا اشوف المواسم نفس فيها على الدوري احافظ كل المباريات كل تفاصيلهم. انزين فاكيد يعني الملعب يفرق، الملعب يفرق. واحنا نتكلم يمكن تشيلسي انتعش لان في البدايه اصلا ما كانت راح تباع تذاكر مباراة تشيلسي وريال مدريد، لكن يعني مع حضور الجمهور اكيد راح تزيد حضور تشيلسي في الموضوع. طبعا الفريقين ما قاعد يقدمون كره جيده في الفتره الاخيره او في خسارتين خاصه يعني خصوصا ريال مدريد يعني متصدر ولكنه ما يقدم كره جيده باستثناء بنزيما وابداع المستمر. بلوز قادم من خساره مذله من برنتفورد برباعيه، كيف تقرا المباراه يا عبد العزيز؟ انا قلت لك عادل عناصر تشيلسي حاليا يتفوقون امانه على عناصر مدريد. مدريد قلنا اكثر من حدث هالموسم هذا اعطاه أفضلية على مستوى الدوري الأسباني، دخول برشلونة في الوضع السيء، أتلتيكو سيء، المنافسين بكلهم هبط عندنا ليفل على مستوى الدوري الأسباني بفقدان النجوم بفقدان المادة. اليوم احنا ندري اليوم المادة متى ما تفقدها تفقد شيء كبير، على العكس مع تشيلسي مع توخيل مستوى على النقيض هذه مالتك مال صح الإعلامية. زين فشفنا تشيلسي بالعكس هالموسم قدم مستوى جيد، مشكلته انه وقع امام ليفربول والسيتي، هذا الجاب الكبير اللي قاعد يحاول يقلله توخيل وممكن في استمراره، ولكن اليوم بعد شفنا المشكله الكبيره اللي دش فيها ابراهيموفيتش وغيره، فهذه المشاكل اللي عانى منها تشيلسي. ولكن ابراهيموفيتش اكو ابراهيموفيتش الرئيس شو اسمه ابراهيموفيتش ما اعرف روز ابراهيموفيتش لاعب ميلان كلهم ابراهيموفيتش. انا بالنسبه لي كل اللي اخر شيء هذول الفيتش كلهم بخليل فهذه كلها مشاكل عانى منها تشيلسي، لكن واقعيا على ارض الملعب انا اشوف تشيلسي عنده تفوق بسيط. هجوميا منو افضل؟ تشيلسي كذلك.
تشيلسي حتى الخيارات اللي عند تشيلسي. من يلعب هجوم أساسي من تشيلسي اليوم؟ اليوم تدري هو عند المهاجمين ومرات ما يلعب ولا مهاجم. اي هو ما يلعب المهاجمين اذا تلاحظ يدور يعني مرات يلعب هافرت. انا اقول لك اتوقع هافرت ممكن ماونت او بوليزيتش يعني يكونوا في. انا اتوقع هافرت زياش وماونت. انا اتوقع بوليزيتش. انا اتوقع فيرنر. اتوقع لوكاكو. انتوا ساحبين عليه لوكاكو ماكو صايم على التهديف. نروح مباراة ثانية بالنسبة لبايرن وفياريال. هل في أمل لفياريال دربين ولا دربين. الغواصات غرقانة والله الغواصات زين اسمه اول دور الثمانية. اي والله ها. انا اشوف صملتهم هذه انا اشوف قاعد تقللون من فياريال يعني انا اشوف فياريال قاعد يلعب مباريات ممتازه. فياريال يعاني في الدوري الاسباني بس فريق متطور. نعم فريق متطور يمكن هو تاهل من مجموعه يونايتد واتلانتا لكن اشوف انه راح يعاني صراحه ما اعتقد. توقعاتك؟ المشكله ميونخ ما يغشمر فبروح بنتيجه كبيره اقول 4-0 ميونخ. اوف 4-0 يلا ميونخ. ماي ملعب ملعب ميونخ فياريال لا تفرق 2-1 وانت 4-0 انا مقاسات الملعب ما تفرق هذه المباراه هذه ما تفرق احس ان الامكانيات الفنيه اعلى ماشي تشيلسي ومدريد في ملعب تشيلسي او في ملعب تشيلسي يفوز 1-0 او يعني 1-0 2-0 يعني على حسب مقاسات الملعب 2-1 يعني احس بنزيما بيلقى مساحه صغيره ويسجل فيها إيه؟ في المقابل يعني هافرتز بيحصل له مساحه وفي كره ثابته الموضوع كله مساحه. اي يعني انا قست مساحات ملعب تشيلسي. انزين قبل اندش انا عندي موضوع يخص نغم الصباح. حلو وعندنا نعم ولا تبون ناخذ نعم ولا اول ولا نرد على نغم الصباح؟ نبي نغم الصباح. تبيهم؟ احنا لازم نرد عليهم بالتصاريح صراحه. لا يعني انا اشوف انه صار في يعني تداخل ادوار وفي في عملية تشكيك في جماهير كرة القدم خصوصا من الأخت روان. أنا بسأل سؤال يعني كابتن عبد العزيز بدون الكرة شو راح يصير جدولك؟ ماكو جدول. لا أعترف لك يعني أنا صراحة مثلا مباراة ليفربول مع السيتي يوم الأحد من الحين ناطر. نعم من الحين ناطر من الحين يعني إذا بحس شنو جدولي قدام شنو في شيء ناطرة بقول لكم مباراة ليفربول والسيتي. أي بس هي محتاجة تقول أنتوا ليش تتزاعلون وتناجرون و... لا ما نتناجر هي مجرد حرارة اللحظة. ليش كذي معطين كرة قدم أكثر من حجمها؟ كلها يلدة يعني يلدة و22 لاعب يركضون وراها. بالعكس احنا مثلا نستذكر يمكن حزة كورونا والحجر الكلي يعني شنو اللي صار؟ كلنا ناطرين مباراة كرة القدم كانت إيه هي الجانب الممتع الوحيد. أذكر رديت بلشنا تابعنا دوري الألماني بسبة الهضم. صح كان أول واحد دوري الألماني فعلا فقعدت أشوفه بعدين أقول لا خلاص أساني ما شفت كرة. ها يعني هذا يعني أنت تكونكم ما تبون تكلمون عن الكرة. الكرة الناس تقول إن هي فيها مشاعر كثيرة وايد مشاعر فيها صح. فيها مثل ما تقول عادل فيها كل شيء كل شيء بالحياة متعلق فيها بالكرة. تشوف الناس المتعصبة فيها تشوف الناس اللي هي نمط حياة فيها. بالضبط نمط حياة هي مرتبطة بحياتنا فيها وفي ناس تأخذها على أكثر من كذي يعني أنا شخصيا مثلا أخذها كرياضة يومية احنا نمارس بدال أروح جيم أو غيره قاعد أمارس الكرة متابعتي لها تحليلي لها تعلقت فيها أتابع الناس اللي تتكلم عن الكرة صار عندنا ارتباط أكبر من الناس تشوفه بالأخص الجنس اللطيف بالأخص نغم الصباح لا عشان أكون صريحين وياهم يعني في البنات عادل ما يقدرون يفهمون إحنا شنو علاقتنا بالكرة ومو بس نغم الصباح حتى مرتي بالبيت حتى خالتي وحتى أمي كلهم عندهم مشكلة فهمنا للكرة فلما مثلا تقولهم اليوم ساعة 10 عادي يكلمني اليوم دوري أبطال ايش دعوه ايش صاير انا وصلت مرحله اني اقوم 3 فير من النوم صح الحين انا بسالك سؤال هم لما يشوفون افلام ومسلسلات مو مرات تدمع عيونهم ويبكون هم لما يطلعوا مسلسلات ميك اب وجنات وخلاص لا 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 هذا الامر ما له بده شيء ما له بده شيء بس احنا نتكلم عن المشاعر نشوف ببلاش احنا نتكلم عن المشاعر مشاعر نتكلم عن المشاعر المشاعر موجوده يعني اليوم الكره خلينا نقول اذا كانت الافلام تكتب ولها سيناريوهات وهذا الكرة هي أشبه بفيلم يعني والفيلم هذا ارتجالي يعني اليوم أنت ما تقدر أحد يتحكم بأحداثه الفيلم إحنا ندري في سيناريو راح يمشي 1-2-3-4 وإحنا ناطرينه لكن كرة قدم أنت ما تقدر تتحكم فيها فيها مشاعر كبيرة إحنا اليوم نرتبط بلاعبين مثلا لاعب أنا أعرفه مثل ستيفن جيرارد
أنا عمري هو كبري فمن عمري 16 لما لعبه هو بالفريق الأول أنا لعبت الفريق الأول فارتبط فيه لا إراديا روحيا فأقعد أتابع مسيرته 17 18 سنة إيه اللي واحد يغلط عليه أكيد يعني بتضايق يعني صح. في ارتباط عاطفي في مشاعر يعني بالضبط. وكابتن عادل هي رسالة كرة القدم يعني هنا في عدة رسائل يمكن موجودة مثلا متكلم عن يورغن كلوب أول ما وصل ليفربول قال أنا بعطي جماهير ليفربول 90 دقيقة ينسون فيها مشاكل الحياة كلها فهي مو بس يعني ترفيه لا هي وصلت انه هو يحاول يعدل حتى مزاجك مثلا من تكلم مثلا احد المشجعين اللي كان يعني مو قادر يوفر يعني قيمة قميص ميسي فهو لجأ يعني انه ياخذ له قطعة قماش يكتب من الخلف انه ميسي شوف ميسي شنو سوى يعني عرف بالمشجع هذا انا بعطيك شغله التيشيرت تبرع له خذاله برشلونة نفسه يعني اخذه مع اسرته لبرشلونة ويعني استقبلوه استقبال حار وكان رياكشن الطفل نفسه يعني ونسنا فهي كرة القدم رسالة مثلا نشوف التبرعات اللي تصير اللاعبين مثلا يحثون على التبرعات فهي رسالة اليوم وعادل صدقني انت على طاري السيناريو اللي قلته اليوم اي مرة يمكن انا اخذت مثلا مرة اهلنا اهلي اختي لما توديتهم الملعب واكثر من مباراة في بريطانيا لما كانوا يولي ايام الدراسة وغيرها انصدموا من التفاعل ورياكشن الناس تشوف الناس مرة واحدة كلها تصارخ مرة واحدة كلها تسكت مرة واحدة كلها تهدى مرة واحدة تبكي مرة واحدة انا شبهتها تدري شبهتها بالفيلم السيناريو بصراحة ممتع جدا لما تدشه وتعيش انا ليش ضربت مثال الفيلم لان الفيلم هم فاهمين شنو الفيلم هذا بالضبط. هذا يمكن سيناريو انتقار. محبوك سيناريو محبوك هذا تخيل انت تشوف فيلم لكن انت مو عارف شنو هو هو صحيح. واقعي هو رياليتي شو هذا لما تشوف اليوم حتى على مستوى بالكويت وبلحظة لما ممكن الجمهور العربي القاتيه يبكون واللي يرقص واللي فهذا الشعور والانتماء تقول هذا شلون ياهل بعمر سبع وانت مو مسيطر عليها يعني انت بلحظه ممكن تفرح ملايين ولحظه تزعل ملايين انا بختم لك في شغلتين اول شيء في دراسه سواها بالمانيا تاثير الكرة نتائج كرة القدم على أداء الموظفين في أول يوم من الأسبوع بعد الويكند لأن الفرق تلعب بالويكند صح فكان شنو الدراسة يا بو الموظفين اللي فرقهم فازت والموظفين اللي فرقهم خسرت فشافوا بعد فترة من الزمن أو شافوا بعد فترة من الزمن أن تأثير تقريبا فوق 30% من فعالية الموظفين بالدوام على نتائج فريقه صحيح. في هذا اليوم فتأثيرها كبير وانا انا واحد منهم تستذكر انا استذكر مقوله شانكلي اي لا احنا انا تاثر انا تاثر والله تأثر؟ العظيم باليوم اللي لما يعني اليوم اللي فيه مباراه حق ميسي والله العظيم يا جماعه وانت تشوفون اوقات اشوف نفسيا مستانس وجاهز اتوقع جاوبنا جواب واضح وصريح على روان يعني واضح للنغم ولاد كابتن عادل وانا قاعد صفح تويتر حصلت تغريده حاطين فيها كريستيانو بدايه الموسم قال انا مايت يونايتد عشان اكون في المركز السادس او السابع مانشستر حاليا فرق السابع لا ان شاء الله ينهي اذا ليش غيرت الموضوع لان احنا نختمها بكلمه شانكلي تذكرها كره القدم اكثر من مساله حياه موت لا يقول البعض يعتقدون ان كره القدم هي مساله حياه او موت هي اكثر انا لا لخصتها البعض يعتقدون ان كره القدم هي مسألة حياة أو موت الله. أنا محبط من هذا الكلام أود أن أؤكد لكم أنها أخطر من ذلك وأكبر بكثير صحيح. نروح على yes or no yes or no نعم أو لا الفقرة الأخيرة اللي دائما تأتيكم من برنامج بلنتي هي إجابة على سؤال والسؤال بنعم أو لا من غير تبرير يعني من غير توضيح تمام؟ Let's go. Let's go. عبد العزيز بطل كأس الأمير هالسنة ليس الكويت أو العربي. لا. مالك. لا. تخلي العربي عن جوسيب قرار خاطئ يا مالك. لا. عبد العزيز. نعم. دياز حاليا أفضل لاعب بهجوم ليفربول يا عبد العزيز. نعم. مالك. لا. السيتي لن يفوز في ملعب أتلتيكو مدريد يا مالك. لا عبد العزيز نعم لن يفوز يعني تعادل ها بنزيما سيحسم مواجهة تشيلسي الليلة يا عبد العزيز لا مالك لا بطل دوري الأبطال هذا الموسم لعب أمس نعم عبد العزيز لا أوه منو بايرن آه بايرن
طيب وصلنا إلى نهاية برنامجنا، شكرا على استماعكم، شكرا كابتن عبد العزيز، شكرا مالك، إن شاء الله باكر راح نكون معاكم في حلقة جديدة والحديث عن طبعا الأبطال، دور الأبطال ومباراة ريال مدريد وتشيلسي وتغطيتها، وممكن يكون عندنا ضيف مميز إن شاء الله، ترقبونا غدا. معكم عادل مشري، فما الله.